تعرفون شنو أصعب شي؟ من تشوف إنسان تحبه ويهمك متصل بس ما تقدر تحكيها ولا تقدر تسلم عليه، لأن ببساطة مزعلين. من تظل تباع على آخر كلام بياناتكم وتنقهر وتريد تكتب له وتتراجع، وتبقى تتذكر أيامكم وتشتاق له، وبعدين تتذكر آخر موقف وتقول لا ما أريد أتنازل وأكتب له. لو ما تبقى تراقب بروفايله وتشوف منشوراته، منشورات حزينة يجيبها لك قصدك بيها، أو منشورات تدل على الفرح وتقول هو هيك ينشر حتى يقهرني، أو يريد يبين هو ما مهتم. بس الحقيقة، الحقيقة اللي ما تقدر تعترف بيها لنفسك أو ما تريد تصدقها وتبعدها من بالك، إنه هو فعلا ما مهتم ولا دا يفكر بيك ولا دا تجي بباله أصلا. ومرات نتندم لأن اهتمينا بيك ناس أكثر من اللازم، وانطيناهم أكثر من اللي يستحقوا، ونقول هم اللي خسرونا. ومرات نقول لا مو قصدهم، احنا فعلا كنا غلطانين، احنا اللي اذيناهم، احنا اللي جرحناهم وهم تحملونا هواية، ونحاول نبرر لهم افعالهم ونطلع لهم الف عذر، وبعدين نتأكد انه احنا فعلا غلطنا، بس غلطنا من طيام اهتمام اكثر ما نطونا، وننقهر مو عليهم بس على نفسنا لما وصلنا هالمرحلة، ونقول يا ريت يا ريت عرفنا قيمتهم من زمان. صدق مرتاح وانا بعيد ما مهتم على غيابي، صدق مرتاح صدق مرتاح صدق، وتنام طول الليل ابد ما محسب حسابي، صدق مرتاح صدق مرتاح، والباس تلف طعمه يا تربات ايدي عبالي فرقتي صعب طلعت شغلة عادي، والباس اختلف طعمه يا تربات ايدي عبالي فرقتي صعبة طلعت شغلة عادي، طلعت شغلة عادي، ما قلت لروحك تحملي ولا خليت حق للراح، ولا خليت حق للراح. حجك ذاك والحلفان، حجك ذاك والحلفان، نسيت شلون انا وياك جنا لسان هيج ولسان، جنا لسان هيج ولسان، لا متخيل دموعي لا بصافني شوية، مكان الصار سويته ولا هيج كان الصار سويته، ولا هيك قطعتي بي، ولا هيك قطعتي بي، ولك ماكو درج بالعين خاطر يرجع لها الطاح، خاطر يرجع لها.